الحمد لله بقى لنا فتره معصرين في مركز الاولمبي استعداد للاولمبيات ومسافرين ان شاء الله بكره ليتوانيا عندنا اول احتكاك بعد التاهيل ان شاء الله يكون احتكاك كويس ونعمل ونوصل لفورمه عاليه ان شاء الله بعد ما نرجع من ليتوانيا هنسافر ان شاء الله معسكر في اسبانيا وبعد اسبانيا ان شاء الله نسافر معسكر في طوكيو ومن طوكيو ان شاء الله ربنا ينصرنا ان شاء الله ونرجع باذن الله بالميداليات باذن الله تعالى سواء الجمهور موجود او مش موجود بسبب ازمه كورونا دي طبعا حاجه يعني بتفرق من لاعب للاعب بس احنا هدفنا ان شاء الله الميداليه وان شاء الله نروح نجيبها ونرجع باذن الله ونفرح شعب مصر كلهم باذن الله تعالى في ظل هذه الازمه وباء كورونا في الفترة الأخيرة دي أثر على كل الرياضيات عموما فترة التوقف اللي هي كانت من سنة لسنة ونص تقريبا أكيد أثرت على مستوى اللاعبين خصوصا في الألعاب الفردية وخصوصا في الملاكمة لأن احنا بنحتاج احتكاك كبير وماتشات كتير عشان المستوى يعلى فطبعا دي أثرت على مستوانا كتير بس احنا كنا يعني معظم لعيبة المنتخب كنا بنتمرنوا في البيت وكان في الاتحاد متابعنا والنادي بتاعنا متابعنا وزارة الشباب والرياضة وكان في معانا ناس حتى برامج فكنا بنتمرن في البيت يعني في ظل الامكانيات اللي كانت متوفره لينا والله رمضان كان في اسكندريه لو انا ما ببقاش في المعسكر في معسكر المنتخب ببقى بفطر بره مع اصحابي بنخرج نطلع على البحر بنتسحروا مع بعض بنقعد على القهوه اما في ظل التمرين وكده بيبقى رمضان كله قاعد مستني تمرين قبل الفطار وبعد كده تمرين بعد الفطار ما بيبقاش في وقت من التمرين وكده يعني